دقائق مرة أيها الأحبة الكرام من عمري وأحداث شوط المباراة الأول. أحمرنا أخذ الأسبقية وسجل الهدف، حذاري من هذه الأخطاء لصالح المنتخب العماني. هدف التعادل، هدف التعادل بعد خطأ من لاعب الوسط محمد خالد في اللقطة الماضية. يسجل اللاعب غسان المسروي أحد أخطر لاعبي المنتخب العماني. حذاري من هذه الأخطاء يعني ألعب على المضمون.